الندوة الموضوع اللي تختار لها هو العنوان هو التنوع من الخصوصية إلى العالمية. أولا التنوع ولا هو الاسم الرسمي ديال المهرجان ديال تازا، باسكو ابتداء من هذه السنة في الدورة الثانية ديالو المهرجان ولا اسمه المهرجان الدولي لسينما التنوع. دونك كان من الطبيعي انه الموضوع الاول ديال المائده المستديره انه يكون تدور حول التنوع. دونك الاختيار ديال التنوع من الخصوصيه الى العالميه عطى الناس المشاركين والمشاركات الفرصه باش يعطيو اولا وجهه نظرهم ما معنى هذا الموضوع ديال التنوع، لان موضوع التنوع موضوع اللي هو جديد بالنسبه لنا. اللي كان قبل هو الهويه، يعني الهوية واش ولات، واش هي نقيض ديال التنوع او ربما تتغني التنوع، وهذا هو علاش دار النقاش. انا سعيد جدا بوجودي في مدينة تازة لحضور الدورة الثانية من مهرجان تازة السينمائي لسينما التنوع. اعتقد ان هذه المدينة كانت بالفعل تستحق مهرجان سينمائي دولي. الحقيقة المصطلح بتاع النهاردة بتاع سينما التنوع هو مصطلح شديد الاتساع، وبالتالي أنا بشوف أنه محتاج شغل تاني عليه أكتر. التنوع في تنوع جغرافي وفي تنوع ثقافي وفي تنوع عرقي وفي تنوع جنسي، فهذه الفكرة هي فكرة يعني فضفاضة تحتاج إلى إعادة صياغة وإعادة ضبط. وإن كان المدينة بالفعل تحمل التنوع الكبير على المستوى الجغرافي وعلى المستوى الثقافي والنوعي، فبالتالي كان عند إدارة المهرجان فكرة أن يكون مهرجانهم يحمل اسم التنوع يشبه هذا الإقليم الكبير والذي يحمل تنوع كبير. Moi je suis Abdoulaye Dao, je suis réalisateur du Burkina Faso. Ben écoutez, je suis vraiment content d'être là. Je remercie d'abord les organisateurs de ce festival sur la diversité de Taza. J'ai découvert une ville extraordinaire, une ville lumière, une ville vallonnée et un véritable plateau de tournage de films. Et la thématique également, je crois qu'elle est extraordinaire. On parle de diversité. Et je crois que moi, je viens d'un pays où il y a 63 ethnies qui vivent ensemble. Et c'est parce que ces 63 ethnies-là s'acceptent mutuellement, qu'ils acceptent la différence de l'autre et qu'ils vivent dans la cohésion sociale et dans la paix. C'est à cause justement de cette acceptation qu'il y a, de mon point de vue, la diversité. والله نشكروا إدارة المهرجان على العرضة الزينة هذه، وكانت جلسة تبادلنا فيها الآراء وكان لنا فرصة باش سمعنا وجهات نظر مختلفة اللي تدخل في صميم الموضوع اللي هو التنوع والقدرة على التعايش، وأكثر من القدرة على التعايش انه يعني لي جون بروفيت دو لا ديفيرونس. وفات التنوع المشكل موش في قبول الاخر فقط، وانما من التفتح على الاخر وتعلموا من بعضياتنا ونسمعوا اراء بعضنا ونبنيو منظومه راكبه على التبادل، وفي المستقبل نبنيو فرض اكثر تفتح